على انك انت المتضرر منها، لكن حماقة this is business صح؟ انت لو عملت سيرفيس بطريقة احسن الليلة في زول بيعمل كوشن 2000 كوشن 50 مليون 45 مليون ده زي الضغط صح؟ ما نفس الشيء صح؟ Different quality, different. Now, but again, quality and product. حياتي كلها بتحكي مسوق بتاعي. This is business. تمام؟ طالع دايما again. كلام قلت مع جسمك وكم جسمك زول اللي شغال على الحاجز. في حياتي كلها أفهم الجهة الثانية زول بيقول شنو زول ده عمل حاجز. ولا ما انت سايب المايك سايب؟ السبب كان بس ينوصل طيب هذا الشكل المايك الاستيبيلتي بتاعت الماركت هنا في السودان ما ما في حياتي بس ف لكن المفروض يكون في دراسه بتاعت انه السوق السوداني ما ثابت ما سوى شيء فانا هاف تو جو ذا فلو كده لكن برضه ما في الحاجات في دراسات بصوتك دي في العادة الابلكيشنز اللي هي انت ما تقدر تجيب منها دايركت ريفينيو منها هزاتها يكون فيها سكند لاين اوف ريفينيو زي ادفرتايزنج دعايات بتدفع للناس بيدفعوا لك الشركات يعني مثلا زي زور كان بيعمل اعلانات عن الاراضي والكناية وشنو ده انا ما بدفع فلوس عشان اعلن عندي لكن الشركه اللي بتيجي تشتري او الشركه اللي بتعمل هوستنج للحاجه بتدفع لك فانت لازم يكون عندك سكند لاين اوف ريفينيو ما انت بتعمل ابلكيشن عشان ما في ريفينيو تمام لكن ريفينيو ده شنو؟ ممكن يكون الفيز الاولى انت ما تعرف تقولوا ايش عليه دي بيزنس عليه انت بيزنس ستادي بتعملها والله يا اخي انا هناك انت حس مشكلتك البرودكت بتاعك بيتكلم عن 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 تغيير في الكلتشر صح؟ كويس؟ منو قبل سنتين كان بيضرب لعربيه فيها زول غريب عشان يركب معاه ويمشي في مشوار حسي مشوار لما بيجي فينا في هذا اللي تحته غريب وفي بيزنس قامت على كفار صح؟ الكلشن دي بالمناسبة يعني صعب تغييره لكن تنجح ممكن تغير الكلشن ممكن توصل الحاجة لكن انت كيف دي محتاج انت بيزنس بلان واضحة محتاج كاستمر اناليسيس واضح هي بتشوف الكاستمر بتعمل احنا اكيد انا متاكد انه طلع سيرفي قبل 5 سنين سهل كده سيرفي اونست او ثلاث او سنتين دي ورا ما في زول بيقول لك انا بركب مع زول غريب الكلتشر عندنا في السودان هذا الكلتشر عادي انا اركب مع زول غريب اقول ليش انا اركب معي زول في عربيتي ايش كان لو بديني قروش لو بديني شنو صح؟ ذاتس كلتشر لكن ستيل عندنا they managed to change it. صراحة ده سامبل ممتاز جدا، أنا معجبين جدا إنه المجهود اللي هم بذلوه عشان يوصلوا الحالة في المرحلة دي. فـ as an answer to the question بتاعك أنا أجيب بروفيت كيف؟ في دايما سكند لاين أوف سبورت، دي ويندر ال 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 الأبلكيشن حقك شنو؟ الابلكيشن دي ما سوى بتجيب قروش كثيره حسي في الفان سيرفيسز الفان سيرفيسز اللي بترسل يا زول مسج فيها الاغاني والناس اللي بتسمع القران في رمضان والناس اللي بتحتفل سيرفيسز بتجيب قروش صح؟ بتجيب قروش انت بتخيل ان هي ممكن تجيب قروش ليه ناس لكن عندها كاستمرز حالتك دي ذاتها حسي زي ما قلت انا اديتك مثال مشوار ليه؟ لانه برضه يعني حاجه دي بالذات الدايركت لا الدايركت ريفينيو فيه موجود تمام؟ لكن سكند لاين اوف ريفينيو شنو؟
انت مثلا لو بتعمل دليفري لسيرفيسز مثلا زي الناس دي ريكوست هم بيشيلوا فيز عديد بتاع التسليم ممكن من الزون انت تشيلها بالقلم من الحته اللي بتشتري منها قضاء بس انا عامل ريكوست قضاء السعر الموجود اونلاين نفس السعر اللي قاعد في البغاله لكنها في البغاله بالدنيا بالسكان كوتشر صح؟ ما اعرف يلا فكرة التنشر يعني جيت دور التنشر صديقي والله جيت دور في حاجات حجر قاعدة في شخصيتنا السودانية لكن في حاجات كثيرة والحاجات السيرفيسز مبنية على الابلكيشن دي زمان كان الناس شوية لكن حسيت يزول شيء سمارت فون يزول بيشتغل بهناك يزول داير يريح الوقت دي حاجة جديدة عديلة عليه انا ما كافي عشان اريح الوقت من الحالة الفلانية بدفع عشان يوصلني للتكت الفلاني والتكت الفلاني ولا انزل ما تشربش او تتفاهم بدفع عشان زولي عشان اشتري كهرباء ولا موبايل ولا امشي اجيب في الصف اشتري الكنار صح؟ مستحيل اكشر فيه اكشر بادي الجيم السيرفيسز دي بالذات دي العصر بتاع السيرفيسز المبنيه على الابلكيشن ف نصيحتي لك اقعد اعمل كنايس بس جد وحلوة كده وعمل كاستمر على ناس زيادة ساعات بالمناسبة السيجمنتيشن ده ساين علم حلو جدا كبير جدا برضه حاجة شغلة جدا جدا السيجمنتيشن ده عندك يعني في سيجمنتيشن زادوا انت محل لازم تجيب داتا كثيرة عشان تعمل سيجمنتيشن لازم تجيب ناس كتار عشان تقدر تعمل تكتشف باترن معين تلبلوها الناس انت حسب تقولهم باترن فيو كويس انا متأكد انه يعني لو انا لقيت ابلكيشن بالشكل ده هيجيبوا قروش اكتر ما رب باترن فيو بالقلم البلاستيلو مربع تبيون يجيب القضاء ده الزول اللي يكون ده الريح رقبته لأنه ديك ستة الوجعة ده مرسل في القصة نحن كسلانين والله كسلانين جدا والله لما بيت زول يحمل لك أي حاجة ما بظبطه ما عندي عوية تمام؟ فالسيجمنتيشن برضو عندك حاجة في السيجمنتيشن بيقول لك الدايركت سيجمنت والسكند سيجمنت يعني في البرانشينج من حد لك دي سيجمنت اللي انت تارجت والسكند يعني بيقول على سكندري سيجمنت تمام زي زمان كانوا بيسموه في الويب سايت بيقول لك البرايمري فيزيتر والسكندري فيزيتر سكندري فيزيتر ده برايمري فيزيتر ده الزول الجاي خلاص خلاص مخصوص يعمل حاجه ليه سكندري ده الزول اللي ممكن جابته الحته للويب سايت بتاعك انت برضه ده ممكن يكون في سيجمنت بتمشي يعني سيجمنت الناس المتأخرة على البيت دي اسمع سيجمنت عشان كده ما السيجمنت ما هي ربات البيوت ولا ثاني السيجمنت دي اي باتر انت بعدين بتقوم بتلم الناس اللي عندهم باتر تمام؟ فانت محتاج تصنع اناليسيس زيادة تمام؟ هاي يا شباب سؤال ثاني شكرا لكم جدا يا شباب